هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام اشواطنا مستمره، التحديات متجدده مع تجدد الاشواط الصباحيه. شوطنا الاول القعدان انطلق منذ لحظات، هنا ايضا القعدان المشتركات مع انطلاقه الصندوق المفتوح. نسير مع الصداره مع مهدي وسعيد بن مطر بن خويدم الشامسي، يتقدم رعم طيله على الصداره على مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم من خلال دقاش ومبخوت بن احمد المهري خذ المركز الثاني. المركز الثالث هنا ايضا الوصول من شاهين وحمد بن حسن بن حمد الحرسوسي خذ المركز الثالث، تابع على اسماء الاخرى الشعارات القادمه المنطلقه الباحثه عن ناموس. اول اشواط القعدان في هذا الصباح، ولكن نعود مع الصداره، نعود مع مقدمه هذا الشوط. مهدي على الصداره، مهدي على مقدمه الشوط، يتقدم الجميع لينطلق مع الصدارة في هذا الانطلاق. سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي على الصدارة، المركز الثاني وصول من دقاش ومبخوت بن حمد المهري خذ المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شاهين وحمد بن حسن بن حمد الحرسوسي خذ المركز الثالث، تابع على اسماء. شوف الهجوم والتقدم في هذه اللحظات من خلال هنا ايضا وصول هذه الاسماء، وصول هذه الشعارات المنطلقة في هذا الابداع. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. مهدي على الصدارة، مهدي على مقدمة الشوط، يتقدم هنا بن خويدم سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي. وصل لنيبي، وصل لنيبي في هذه اللحظات مع المركز الثاني. مشعل بن سعود بن حمود لنيبي خذ المركز الثاني، ولكن نعود، ولكن نعود. مهدي على الصدارة يتقدم مع البداية. تهانينا والناموس لمالك مهدي سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي. اشكرك يا رعم تيلة في هذا الانطلاق الاول للقعدان. المركز الثاني تقدم من خلال تواجد شاهين ومشعل بن سعود بن حمود الينيبي. المركز الثالث وصول في هذه اللحظات وتقدم في هذه الانطلاقات المستمره من رعد وخالد بالحرزي الشامسي. هذه النتيجه، توقيتنا الزمني 2:10. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين.